بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على طلبة بعض الطلبة الدفعة، كانوا محتاجين بس يعملوا ريفيو بسيط كده على الانفنتوري سيستم، بحيث يعني يتذكروا ان كان اول موضوع تقريبا في الكورس في بداية المنهج. فدي كام سلايدز كده بسيطة عشان بس نعمل ريفيو سريع على الموضوع، بحيث تبقى نفتكر الدنيا. الموضوع سهل جدا ان شاء الله. تعالى، الموضوع بتاعنا بيتلخص كايكويشنز او معادلات هنحتاج لها في الجزء دوت على الاستاس اللي قدامنا دي كلها. اول ايكويشن عندنا خاصه، عندنا هنا خاصه بالايكونوميك اوردر كوانتيتي. بيقول لك ان الكيو اوبتيمال دي ايكونوميك اوردر بالنسبه لي بتساوي الجذر التربيعي 2 اس دي على الاتش. نفكر بعدين بسرعه كده ايه الرموز دي ومعناها ايه. قلنا الكيو ستار دي عباره عن الايكونوميك اوردر كوانتيتي، دي الكميه اللي انت المفروض تطلبها كل اوردر، الكميه المثلى المفروض تجيبها. الاس دي عباره عن سيت اب كوست او الاوردرنج كوست. قلنا عشان نعمل اوردر، مثلا عشان ننفذ اوردر عايز تيجي تعمل طلبيه معينه لقطع غيار تجيبها كلام من ده، في بعض الرولز بتتعمل. سي مثلا لو هتعمل مثلا في لجنه فحص، في لجنه تكاليف معينه خاصه بالنشر الطلبيه بتاعتك، محتاج كام قطعه غيار، هل في مندوبين هينزلوا يعملوا سيرش على السوق، هيجيبوا لك عرض اسعار، الحاجات دي كلها، كل دي لها مكافئات وليها في الاخر تكلفه، فبنسميها حاجه اسمها سيت اب كوست او الاوردرنج كوست. دي بتمثل لك معدل الاحتياج السنوي بتاعك من الايتم اللي بتتكلم عليه دوت. مثلا ايتم مثلا اكس، مثلا سيبكم مثلا 100 قطعه، 1000 قطعه، 100000 قطعه في السنه. فعندك الاحتياجات السنويه بتاعتك او الشهريه حسب ما بيديك الداتا، عندك دي قيمه الدي بتاعتك دي. يعني دي عباره عن الديماند ريت بتاعك اللي انت بتستهلكه كل فتره. الاتش عباره عن حاجه اسمها الهولدنج كوست او الكارينج كوست. وقلنا الهولدنج او الكارينج كوست هي التكلفه المناصره للاحتفاظ بالمنتج داخل المخزن بتاعك، بمعنى انك عشان مثلا تجيب مثلا قطع في المخزن عندك، عايز ارفف، عايز عماله، عايز اناره، عايز اشياء كتير، مثلا المحافظه على المنتج داخل المخزن بتاعك بحاله امنه وسليمه، فدي كوست في النهايه بنسميها اسمها هولدنج كوست عندنا، ودي بنوصلها بالرمز اتش. يبقى دي اول ايكويشن اساسيه عندنا نحتاجها على طول، ده اساسيه عشان احسب من خلالها ايكونوميك اوردر كوانتيتي. في الايكويشن الثانيه النمبر اوف اوردرز، عندي هنا هحتاج كام اوردر في السنه بتاعتي، وده بيبقى عن طريق الايكويشن اللي عباره عن الدي عباره عن الديماند ريت بتاعي على الكيو اللي هطلعها من الايكويشن اللي قبليها على طول. طيب الزمن ما بين كل اوردر والتاني، التايم بتوين اوردرز عندك هيبقى ايه؟ مقلوب عدد الاوردرز، الكيو ستار بتاعتك انت طالعها من الايكويشن اللي فوق على الديماند ريت. طيب في حاجه اسمها ري اوردر بوينت. يعني ايه ري اوردر بوينت؟ انا قبل كده قلنا ده المستوى بتاع المخزون اللي بيوصل عند الحد المخزوني بالنسبه لي، لما اوصل عند كميه معينه او كميه معينه، الكميه دي لما اوصل عندها خلاص ده المفروض اعمل اوردر جديد، عشان خاطر على ما بستلم اوردر جديد في فتره استهلاك للمنتج بتاعي مش موجود، فاقدر احافظ ان المنتج بتاعي ما يوصلش لمنطقه الشورتج بتاعتي او العجز في المخزون عندي. وده بيساوي حاجه اسمها ال في الدي، حيث ال دي عباره عن الليد تايم. وقلنا الليد تايم قبل كده زي ما كاستذكار سريع، هو الزمن اللي من ساعه ما تعمل الاوردر بتاعك لحد ما تستلم الاوردر بتاعك. يعني انت مثلا هتعمل مثلا اوردر النهارده، انت محتاج مثلا 1000 قطعه من منتج ما، فعشان على ما تستلمه مثلا فيها 3 4 5 ايام، يبقى المده دي اسمها الليد تايم، من ساعه ما تعمل الاوردر لحد ما تستلم الاوردر بتاعك. بنراقب في المعدل بتاع الديماند ريت بتاعي، بس خلي بالك اهم حاجه دي الحاجات الصغيره، التريكات الصغيره تقعد فيها كتير، لازم الليد تايم اليونتس بتاعته هي نفس اليونتس بتاعت الديماند ريت بتاعتك. يعني الليد تايم عندك مثلا بالايام، يبقى الديماند ريت عندك بالايام، ما تكونش ده بالسنين وده بالايام، لازم نوحد الوحدات اثناء التشغيل بتاعتنا عشان خاطر تبقى الارقام بتاعتنا مظبوطه ولوجيك. اخر ايكويشن عندنا هي تكلفه الستوكينج كوست عندي، او تكلفه المخزون داخل المخزن. قلنا عباره عن تو كوست زي عندنا، اول كوست عباره عن الهولدنج كوست، والكوست الثانيه عباره عن السيت اب اوردر كوست عندي. وممكن نلخص الكلام ده في الايكويشن الصغيره ديت، ان التوتال انيوال ستوكينج كوست بالنسبه لي بتساوي كيو على 2 متوسط الكميه اللي بطلبها في الاتش الهولدنج كوست بتاعت القطعه الواحده، بلس الدي على كيو عدد المرات الاوردرز في السنه في السيت اب كوست بتاعت الاوردر الواحد قد ايه. هي دي الصفحه الاساسيه اللي هنحتاجها في حل مسائل الشيت اللي احنا كنا بنتكلم عليها. يعني هتلاقي مسائل الشيت كلها بتدور حوالين الايكويشنز دي كلها، بس مش اكتر من كده.
دي شويه اختصارات برضه عشان بس الناس تبقى فاكراها بسرعه. الاتش اقصد بيها الهولدنج كوست بالنسبه لنا، الاس عباره عن الستوك كوست بتاعتي، او عن هنا البي برايس يونت سعر الوحده قد ايه، الدي سمول ديماند بير بيريود ايا كان شو بقى البيريود بقى بالشهر بالكبير ايا كان، الدي كابيتال مقصود بيها الديماند او الانيوال ديماند بتاعتي او الاحتياج السنوي قد ايه، ال عباره عن ليد تايم، الكي عباره عن اوردر كوانتيتي بتاعتي. ده مثال عندنا في الشيت الاولاني، اعتقد مثال رقم واحد عشان بس الناس مش فاهمه ازاي نطلع منها الداتا. مسائل كلها تقريبا شبه بعض الى حد ما. هنا بديك في البدايه خالص بقول لك انت عندك الاحتياجات من ايتم عباره عن 8000 وحده في السنه، يعني عندك ايتم اكس بالنسبه لك بتحتاج منه في السنه 8000 يونتس، يبقى عندك هنا الدي بتاعتك اول حاجه بنطلعها الدي كابيتال تساوي 8000 وحده في السنه. بيقول لك ان سعر الوحده عباره عن واحد، طبعا عشان الريفرنس بتاعها هندي ده اسمه روبيه، الار دي عباره عن روبيه، فاختصار اليونتس بتاعتهم هم اللي بيستخدموها. فسعر الوحده عباره عن 1 روبي، وبيقول لك الانفنتوري كارينج بتاعتها عباره عن 20% من قيمه الوحده بتاعتك دي، يبقى اقدر من هنا من خلال السعر الوحده عندي هنا البرايس بتاعها عباره عن 1 روبيه، يبقى عندك الهولدنج كوست بالنسبه لي عباره عن السعر بتاعي عباره عن البي الواحد في ال 20% من ثمنها، يعني عباره عن 2/10 روبيه لكل وحده في السنه الواحده. بيجي في الاخر برضه عندك هنا بيقول لك ان الاوردرنج كوست بتاعتك او السيت اب كوست، احيانا في بعض الريفرنس او بعض زي ما قلت قبل كده ممكن تيجي اسمها اوردرنج كوست، وبعض الاحيان او هيك سيت اب كوست، فهي هي بالنسبه لنا عباره عن هنا بيديك المساله عباره 12.5 روبيه للاوردر الواحد. مطلوب منك تحدد الايكونوميك اوردر كوانتيتي، مطلوب منك تحدد الايكونوميك اوردر تايم، التايم كل قد ايه، التوتال انفنتوري كوست نتيجه المخزون دوت، وكم اوردر هتعمله في خلال السنه بتاعتك دي. دي الداتا اللي احنا قلناها طلعناها من المساله زي ما ادهناها في الاول خالص. اول ايكويشن عندنا هو الايكويشن الاساسي اللي بحسب منه الايكونوميك اوردر كوانتيتي بالنسبه لي. هل هو تعويض مباشر؟ الاس عندي هو اوتوماتيك خلاص مديها لي جيفن داتا، الدي مديها لي جيفن داتا، الاتش مديها لي جيفن داتا. تعويض مباشر في الايكويشن اطلع قيمه الكيو بتاعتي تطلع لي 1000 وحده في الاوردر الواحد. التايم بتوين اوردرز عباره عن قلنا كيو على الدي، هنقسمهم على بعض يطلع لك هنا عباره عن 46 يوم تقريبا. تعويضات مباشره بس اهم حاجه انك تطلع الداتا ازاي من المساله بتاعتك. تكلفه الستوكينج كوست عندك هتساوي قلنا عباره عن تو كوست اساسيه عندنا، الهولدنج كوست بلس السيت اب كوست. وادي التعويض بتاعهم تعويض برضه مباشر من الايكويشن اللي خدناها قبل كده، هيطلع لك في الاخر تكلفه الستوكينج كوست عندي هنا عباره عن 200 روبيه. محتاج كام اوردر في السنه بالنسبه لي؟ هي عباره عن الدي على الكيو، بيطلع لك في الاخر محتاج 8 اوردر في السنه الواحده. طب انا سي مثلا في المساله بتاعتك دي قلت لك مثلا ان الليد تايم بتاعك مثلا هنا 10 ايام، 10 ايام، يبقى عندنا هنا ري اوردر بوينت عندنا هتساوي ايه؟ قلنا هتساوي الليد تايم في الديماند ريت بتاعنا، بس قلنا لازم يكون الاثنين نفس اليونتس. فعندك هنا الليد تايم 10 ايام، يبقى الديماند ريت بتاعتك هنا دي 8000 وحده في السنه دي، هجيب المقابل اللي هي اقسمها على 365 عشان يبقى كام وحده في اليوم، واضربهم في بعض اطلع ري اوردر بوينت بتاعي في المساله بتاعتي. نرجع تاني كده مثلا لو عايزين ناخد مسألة تانية. مثلا مسألة زي اللي قدامي، مثلا مسألة رقم 2 أو 3 أيا كانت المسألة اللي قدامي، بشوف بس إيه الداتا اللي قدامي وبتعامل معاها. هنا مديك هنا في المسألة مثلا بيقول لك تكلفة التخزين عندك بتاعت الأيتم الواحد عندك هنا بتساوي 1 روبية، بس بير ايه؟ بير مانث، خلي بالك من اليونتس، لازم يكون يونتس واحده عشان اعرف اتعامل معاها صح. السيت اب كوست عندك هنا عباره عن 25 روبيه بير اوردر او بير ران، كل عمليه بتعملها انت تدفع 25 روبيه بتاعتك دي. فبيقول لك فرضا لو الديماند عندك بتاعت الايتم دي عباره عن 200 يونتس بير مانث برضه، اللي هنا هو واحد مديك الداتا جاهزه ومتوحده جاهزه، عايزك تحدد له الاوبتيمال سايز بتاع الاوردر بتاعتك اند البيت تايم، احسن وقت ممكن تطلب فيه عمليه انك تدخل الاوردر الجديد بالنسبه لك. الداتا عندك كلها برضه هنا واضحه ومباشره. عندك هنا الهولدنج كوست عباره عن 1 في المانث، ده عندك اتش ب1، السيت اب كوست اس عندك هنا 25،
نديك هنا الدي بتاعتك هنا برضو بس بالمانس عباره عن 200 يونت بالمانس، ما دام الهولدنج كوست بالمانس والديماند ريت بالمانس خلاص نفس الوحده وهتشتغل عادي على طول دايركت. لكن لو كان دي مثلا الهولدنج كوست مثلا بالمانس مثلا ومديك الديماند ريت مثلا بتاعك باليرز، لازم توحد الوحدات بتاعتك عشان الحاجات دي يا جماعه التركات اللي بتيجي في المساله في النهايه. مسائل اصلا مسائل سهله جدا، فلازم يبقى فيها شويه افكار خفيفه تحس بقى انت مركز وانت بتحل المساله بتاعتك. لو جينا على المساله رقم 3 مثلا هنا بقول لك المنتج بيصدر عندك هنا 12000 وحده في السنه، يبقى عندك هنا الدي بتاعتك عباره عن 12000 يونتس بير يير. بيديك هنا بقول لك ان الديماند فيكسل عندك هنا والمعروف عندك هنا مفيش باك لوج بالنسبه لك. دي مجرد بس جمله كده عشان بس ايه تبسط المساله بتاعتنا. الانفنتوري هولدنج كوست عندك هنا، هولدنج كوست عندك بيديك عباره عن 2 من 10 روبية لكل شهر ماشي، لكل وحده بير مانس. ها اللي فوق الدي قلنا باليير، لكن عندك هنا الاتش عباره عن بير مانس، فلازم تبقى الاثنين نفس اليونتس. عند السيت اب كوست عندك هنا في الاوردر الواحد عباره عن 5350 روبيه للاوردر الواحد. الايكونوميك اوردر كوانتيتي نفس الايكويشن الطبيعيه بتاعتنا، بس مع ملاحظه التركه اللي فيها ان عندك هنا الاتش لازم تكون بالير، يعني هتضرب عندك اتش دي في 12 شهر عشان تبقى بالير، يبقى عندك الدي عندك بالير، الدي عندك هنا بالير، والاتش او الهولدنج كوست هتحاول برضه بالير، وعندك عندك السيت اب كوست كده كده بالاوردر مالهاش دعوه بالير ولا كلام من ده. تلاقي بس عندك حل على طول طلع معاك الدنيا بتاعتك بسهوله جدا. الاوبتيمال سكادولينج تايم هو عايز هنا عندك كل قد ايه هتعمل الاوردر بتاعتك، التايم بتاعك كل قد ايه، كل اربع هتعمل المده. طبعا الايكويشن طبعا مباشره وصريحه في المساله. اهم حاجه يا جماعه في المساله بس التركيز مع الوحدات اللي احنا بنحاول نحلها بحيث تبقى الدنيا ماشيه معانا ان شاء الله بسلاسه ومفيش اي مشكله باذن الله تعالى. ولو في اي استفسار عن اي حاجه انا تحت امركم في اي وقت ان شاء الله.